متى يجب عليك تغيير بلد الابتعاث؟ وما هي الإجراءات اللازمة؟ الحالة التي يجب عندها تغيير بلد الابتعاث: الظروف المادية، البحث عن وجهة دراسية أقل تكلفة، الظروف الاجتماعية، عدم تكيفك مع العادات الاجتماعية لبلد ما قد يؤثر على دراستك وعملك، أقرب للعائلة، يفضل عدد كبير من الطلاب الدوليين والمبتعثين الدراسة في مكان قريب لأوطانهم، أسباب أكاديمية، الانتقال إلى جامعة توفر نفس البرنامج الدراسي ولكن بجودة أكاديمية أعلى. الإجراءات المتعلقة بتغيير بلد الابتعاث للمبتعثين السعوديين: لم يسبق للمبتعث تغيير الدولة أن يكون في نفس التخصص المبتعث له، معدل جيد على الأقل، تقديم مبرر مقنع، تأييد الملحقية الثقافية لهذا الطلب، أن تكون الجامعة المراد النقل إليها من الجامعات الموصى بها في هذا التخصص. للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمل يوستادي.com.